بنتنا دينا الجندي موجودة هناك في تنزانيا عشان تقول لنا ايه الحكاية والموضوع. اهلا دينا. اهلا عمرو، انا واقفة على السد اهو. اللي انا واقفة عليه دلوقتي ده حاجة اسمها كوفر دام، يعني يعتبر زي سد بيعملوه علشان المية لما يكونوا بيبنوا فيه سيول او كده المية ما تبوظش شغلهم. ده هيكون مش موجود، لكن ده نفس المكان اللي انا كنت واقفة فيه من 6 اشهر. عايزة افرجكم المكان، المكان اختلف بنسبة، يعني احنا بنتكلم ان دلوقتي نسبة الانتهاء من المشروع او نسبة العمل في المشروع هي 65%. من 6 اشهر النط قفز، الانجاز في المشروع 20% بالظبط كمان، يعني ماشيين بسرعه رهيبه في تحقيق الحلم التنزاني ده. انا عايزه اقول لك ان الحلم التنزاني ده هيحقق لهم طفره في، لان تنزانيا لانها تبقى بوابه شرق افريقيا، بوابه شرق افريقيا بقى في تصدير الكهرباء، وكمان ان هي من اقوى الدول في شرق افريقيا، فبالتالي احتياجهم للكهرباء هو احتياج كبير، واحنا بنساندهم في ده، لان احنا كمان عانينا بنفس المشكله دي من فتره. الحمد لله دلوقتي احنا مع انتهاء السد ده، السد ده هيطلع منه 2000 ميجا وات، ده اكتر من الموجود اللي بيطلع من السد العالي. بالانتاج ده اللي هيطلع من السد بقى ده تنزانيا هتوصل ل 3.7 جيجا. هي اصلا دلوقتي انتاجها قد ايه؟ 1.6 جيجا، يعني زياده، نسبه زياده في الكهرباء 135%. حلم عند التنزانيين، ورئيسة تنزانيا هي كانت موجودة عندنا في مصر الشهر اللي فات تقريبا، والرئيس السيسي قابلها، وهم تقريبا ماشيين على نفس النطاق بتاع احنا عايزين ان احنا نسابق الزمن، ان احنا نوصل دولنا انها تقدر انها تكون مؤثرة في افريقيا، ومش هنقدر نعمل كده غير لما نكون متحدين مع بعض. لما تيجي تشوف دلوقتي ان مشروع زي ده، وده يمكن احنا بنشوفه في المشاريع بتاعتنا اللي موجودة في مصر كمان، مشروع مش زي ده مش بس ان هو بيولد كهرباء، مشروع زي ده كمان بيخلق لمدينة كاملة. العمالة اللي موجودة هنا حوالي 9000 عامل، 9000 عامل دول 10% منهم بس مصريين، بس طبعا مش اي مصريين، طبعا مهرة بشكل رائع، يعني مهندسين صغيرين في السن بس حاجة فاخرة. حتى هقول لك حاجة تثبت ده، يعني السنة اللي فاتت او المرة من 6 اشهر، يعني لما جينا نطلع هوا كان يمكن في نسبة تقطيع في الصوت بسيطة او كده، جينا السنة دي دلوقتي هتلاقي الارسال طالع رائع. بص بيوضبوا قد ايه، دايما بيستعدوا ويشتغلوا. قريت يا دينا. قريت الارسال بص. لا ما بصش لسه، بس الصوت يعني بعافية شوية. ها كملي، الصورة موجودة هتيجي تاني. طيب. كملي. 9000 بقى الباقيين هم عمال تنزانيين. فوق ده بقى لازم تعرف ان في نقل خبرات قوي جدا، يعني حتى على الفنيين. احنا بنجيب عندنا الناس من عندنا، الفنيين اللي هم بيسموهم هنا ماليزيون كوماندات، فالكوماندات دول بييجوا هنا بيعلموا بقى، يخلقوا كوماندات تانيين من الشعب التنزاني، فيعرفوا بعد كده بقى يدوروا السد، وان هم يقدروا يكونوا هم القائمين على المشروع. هنسيب لهم بعد ما يمشوا من المشروع، هنسيب لهم كمان المستشفى اللي معموله هنا طبعا علشان المكان، زائد ان المنطقه نفسها بتاعه التشغيل بتاعه المكان هيكون فيها مستشفى كبير هتتساب علشان تستخدم بعد كده في المدينه. حوالين المدينه بقى لما تعدي بقى، دي ما كانتش مدينه على فكره، دي كانت غابه ما كانش فيها حاجه حواليها، بدا بقى يبقى في ايه، يبقى في محلات وبنوك، ويبقى وهي هي الساعه عندك، هي الساعه عندك كام دلوقتي يا دينا؟ احنا بعدكم بساعه، يعني 11 مثلا. والناس شغاله هنا، شايف ما فيش توقف في الشغل، الشغل مستمر. لا لا لا، الساعه 11 بالليل.
ده على فكره ده جزء من اكتر من 9 اجزاء يعني. وطبعا ال9 اجزاء هم بتقريبا نفس الحجم اللي انتم شايفينه ده. هم هنا لما بيتكلموا يعني كانوا بيكلموني على ان هم عندهم 12 مصنع بيسموه تقريبا مصنع للخرسانه لانتاج الخرسانه، وبيتكلموا كده عادي يعني اللي هو باي ذا واي يعني اللي هي حاجه عاديه خالص. هنا كل حاجه ضخمه، كل حاجه ميجا، فبالنسبه لهم ان 12 مصنع للخرسانه بنوه علشان يعملوا السد دي حاجه عاديه. بقوا بيتكلموا مثلا ان عندهم كوبري ضخم جدا معمول، ده برضو بالنسبة للمهندسين عندنا حاجة عادية. في حاجة بقى لطيفة جدا قالها لي مهندس من المقاولين العرب النهاردة، قال لي أنا فرحان لأن إحنا جدودنا في المقاولين العرب هم كانوا شغالين مع الروس في السد العالي، كان هم بيعملوا الإنشاءات والروس هم اللي كانوا بيركبوا الأجزاء التقنية، هم اللي كانوا الخبراء. أيوة. إحنا بقى المرة دي هم اللي كانوا الخبراء، هم بيقولوا بقى احنا احفادهم نفس الشركه بنشتغل دلوقتي في السد اعلى من السد العالي، واحنا الخبراء المره دي ومشغلين معانا ناس ثانيه. طبعا خدنا وقت ان احنا نرجع ان مصر تستعيد القوه بتاعتها دي، بس خلاص اهو يعني احنا بدانا العجله بتدور، بقينا احنا دلوقتي بنصدر الخبرات دي، بقينا احنا بنعمل مشروعات ميجا بروجكت بالشكل العظيم ده، بقينا بنعمل التريننج ده. المشروع ده لوحده عائد على تنزانيا بكم من الاستثمار رهيب، لان هو هيساعدهم على الصناعه والنهضه اللي هم بقالهم سنين كتيرة جدا منتظرينها. غير ده بقى النهاردة بقى كان في مؤتمر للصناعة، سوري، مؤتمر للأعمال، منتدى الأعمال المصري التنزاني. لما رئيسة تنزانيا كانت موجودة عندنا في مصر بدأ الكلام على فكرة المشاركة بين الرجال الأعمال والمستثمرين المصريين في تنزانيا. طبعا هي دولة واعدة وهي دولة قوية في شرق أفريقيا، وبدأ بالفعل بقى على الأرض. النهار الوفد اللي كان موجود، يمكن يكون عندكم صور للمؤتمر النهاردة، شايفينه كان في ومازال في وفد في أكتر من 40 رجل أعمال، وطبعا رئيس هيئة الاستثمار والمصري ووزير الاستثمار التنزاني هتشوفوه قدامكم، بيحضروا علشان يشوفوا ازاي مصر وتنزانيا يقدروا يعملوا استثمارات او يبقى في مشاركة في الأعمال اللي ممكن تحصل في المجالات الكتيرة اللي محتاجاها تنزانيا، بالذات المجالات اللي ليها علاقة بالغذاء والصناعة والملابس. هم بيدوروا على الصناعات دي، وكان في أو ما زال كمان في مجموعة من رجال الأعمال المصريين الكبار موجودين في الوفد ده، علشان كمان هيحضروا بعد بكرة، لا يوم الثلاث بعد بكرة في زنزبار بتحتفل بالعيد القومي بتاعها، وعلى هامش الاحتفال ده عاملين برضو منتدى او مؤتمر لبرضو البيزنس تريد بين مصر وتنزانيا، هيحضروا برضو رجال اعمال بتوعنا. هنتكلم بقى على رجال الاعمال بتوعنا بقى كقوة ناعمة. احنا بكرة هنكون في دار السلام مع الوفد المصري لافتتاح المصنع للسويدي، السويدي إلكتريك، عاملين مصنع ضخم جدا في المنطقة الصناعية في تنزانيا. المنطقة الصناعية دي من كتر ضخامتها مسمينها اسمها المنطقة الصناعية المصرية. هي في كيجمبوني اعتقد لو كنت منطقة صح، هي منطقة صناعية، وهم ده اللي تنزانيا بتحاول تعمله دلوقتي زي عندنا كده، يبقى في منطقة صناعية روسية او صينية، هناك هيبقى عندهم منطقة صناعية مصرية، هيبقى عندهم منطقة صناعية مصرية. بكرة هيتم تدشين المنطقة الصناعية دي، وفعلا بالفعل ومفيش في خلال سنتين كان السويدي إلكتريك عملوا مصنع كبير جدا للكابلات، وده طبعا هو المجال بتاعهم الرائع. وهو المنطقة دي بقى في منطقة صناعية اسمها منطقة السويدي، فبقت هنا بقى القوة الناعمة. لو بتتكلم على دخول أفريقيا بقوة ناعمة، هي دي إنك تدخل بالشكل ده، الشكل اللي فيه استثمار، الشكل اللي فيه بنفت أو يبقى فيه فرص للترقية.
تيجي انت يعني متخيل طبعا ان قدام هتفضل اسم المنطقه دي المنطقه الصناعيه المصريه، هيفضل اسم المنطقه دي منطقه السويدي، هيبقى ده على فكره ده مش اول مصنع، يعني مش ده المصنع الوحيد، الموضوع ده هيفضل مكمل. اعتقد ان هم اشتغلوا 5 مصانع ده اولهم، وبعد كده هيبقى في مصنع للكابلات، وفي مصنع لعدادات الكهرباء والمياه، وفي مصنع اعتقد للمحولات الكهربائيه. 3 مصانع دول على وقت انتهائهم هيكون مثلا 2023. اشتغلوا في المصانع دي بسرعه رهيبه، بيوفروا عدد عماله يعني 20,000 تقريبا او حاجه بالشكل ده في المنطقه الصناعيه بالكامل. طب يعني انت متوقعه دينا، انت متوقعه السد ده يخلص امتى؟ يعني هم قالوا ان السد ده هينتهي امتى؟ السد ده طبعا الانجاز فيه سريع جدا، هو اصلا الطبيعي بتاعه ان هو المفروض ياخد 8 سنين، احنا بنتكلم ان احنا بدانا في 2019، متوقع مثلا يعني على 2000 اواخر 2023 2024 مثلا نص 2024 حاجه بالشكل ده. بس هم حصل عثرات كثيره جدا في الطريق طبعا، منها من سيول وكورونا، يعني كذا حاجه، بس زي ما انت شايف برضو العمل على قدم وساق. واحنا شايفين رجالتنا واقفين في الموقع اهو. دول فظاع، دول مالهم، دول 24 ساعه لما بتدخل كمان. نفسي كانوا اتفرجوا على الكنترول روم، عارف الكنترول روم بيبقى فيه زي شاشات كده، الشاشات دي جايبه المواقع كلها ال 24 ساعه، ال 24 ساعه كل المواقع شغاله. المنطقه طبعا هو احنا استحاله اقدر اغطي لك المواقع كلها، ده يعني ده اقل موقع، ده الموقع انا دايما بقف الموقع ده علشان هو ده السد، هو ده يعني هو ده المنطقه بتاعت السد. لكن في 9 مواقع كبار او اكثر، وكل دول شغالين 24 ساعه. السد ده بقى مبني طبعا على نهر الروفيجي. دلوقتي تنزانيا دي عندها اكثر من نهر، زي دول ثانيه كتير في افريقيا عندهم اكثر من نهر. احنا وقت ما جم يبنوا النهر ده بنساعدهم في السد ده، لان السد ده مش هيأذينا، وهم راعوا في اتفاقاتهم ان ولا ما يأذيش ولا دوله من دول الجوار، من دول الجوار اللي حواليهم كلهم. فبالتالي احنا لو شفت الموقع قد ايه في هدوء، قد ايه في تعاون، وقد ايه رئيسه تنزانيا دي رئيسه محبوبه جدا على فكره في تنزانيا يعني. والرئيس اللي قبلها طبعا الله يرحمه كمان كان من الرؤساء المحبوبين جدا، تلاقي الشغل الناس كلها شغاله بقلبها، وفي حصل زي نوع من الاخوه بين الناس اللي شغالين هنا، التنزانيين والمصريين، بين ان هم بداوا يتعلموا لغات بعض. النهارده بيقدموا لنا ملوخيه الراجل التنزاني اللي يعني مش طبعا مصر، الملوخيه تغزو تنزانيا والتنزانيين بيعبدوا الملوخيه تجمع الحضارات. فهي البط مثلا بطه تنزانيه معموله بالشكل المصري، حاجات كده هي تبدو انها بسيطه، لكن ان وجودك على الارض جوه في افريقيا زي ما كنت بتقول بجد، انك تكون بتساعدهم بجد، انك تكون شايف مشاكلهم بجد، ان مثلا الدكاتره هنا والدكاتره اللي جايين طبعا علشان الموقع بيساعدوا الدكاتره والممرضين اللي تنزانيين في ان ينقلوا. وتاني حاجه على فكره برضو هي فكره انك مسانده الدوله للشركات الكبيره بتاعتنا، يعني اتمنى انها تفضل مستمره بالشكل ده، ان هم فعلا ساندوا الشركات العملاقه بتاعتنا القويه دي، ان هم يقدروا ان هم يبقى عندهم قوه تنافس في المشاريع بره، بيحاولوا يصححوا لهم المشاريع بره، وبره عارفين ان في وراهم ورا المستثمرين المصريين دوله بتساندهم علشان يكونوا جزء من التنميه بالذات في افريقيا. فده بيدي كمان نوع من المصداقيه ان هم الشغل هينجز في فتره، بيتابعوا رئيس الجمهوريه بنفسه مهتم ان الموضوع يخلص، هم مش بس بيتعاملوا مع شركات مهما كانت الشركات دي عملاقه. وعلى قد ايه بجد ان انا كل ما باجي ببقى بيبان لي قد ايه المقاولين العرب دول والسويدي الكتريك دول شركات قويه جدا، عندهم كم من المشاريع في افريقيا رهيبه. اكيد دينا الجندي بشكرك شكرا جزيلا على مجهودك العظيم من تنزانيا، شكرا ليكي.